مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ المدام. اهلا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. جاهز؟ الحمد لله جاهزين الحمد لله. تكسب ان شاء الله النهارده؟ بامر الله يعني عشان معايا المدام يعني. طيب هنشوف النهارده. نتبشر بوشها يعني معايا يعني. طب كويس. طيب. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني في برنامج ما تكدبش. يلا ندخل الكراسي بسرعة. أستاذة هاجر حضرتك هتبقي هنا؟ من فضلك بس نركب الجهاز للأستاذ. انت ده انت سوسة. مساء الخير. سوسة مساء النور. هو ده بيتسجل ولا ايه؟ السوسة دي بتسجل؟ ده بقى كل كذبة هتكذبها لا يعني هيزود نبضات قلبك ده بيطلع في جهاز يقول عليك انت كذاب ولا لا. بقولك المدام ده المدام بتبص زعلانة. طب يعني احنا حاجة اشرح ايه؟ طيب نعم لا بكلم جوزي دي حاجة. لا بس بتظبط الجهاز ده بقى بك. ينفعش الكلام ده يا عشر؟ اصبر بقى شوية. لا ده انا بقول لك بتظبط بس المعادله. يلا يلا يا استاذ هاجر بسرعه. ندى ابتدت تغير شويه. يلا 3 2 1 اند اكشن. ورجعنا لكم تاني مع استاذ اشرف وعايزين نفكره بقواعد وقوانين البرنامج واللي هي انك تجاوب بصراحه ومصداقيه وما تكذبش. جاهز معانا؟ جاهز. مش هينفع تنسحب معانا في اي مرحله من مراحل المسابقه. تمام؟ السؤال الأول ب10,000 جنيه والسؤال بيقول مراتك منعتك قبل كده أن أنت تكلم حد معين؟ صديقة قديمة، حد من قرايبك؟ والله أنا نفسي ما بعملش الحاجة دي عشان خاطر هي تقولها لي. بص لأن أنا الإجابة عندنا على شعورها. الإجابة عندنا بتبقى بأه أو لا. ماشي. أنت مراتك منعتك قبل كده أن أنت تكلم حد كنت تعرفه قبل كده او حد من قرايبك ستات مثلا او كده؟ حقيقه مظبوط صح منعتني فعلا. حصل يا مدام؟ حصل. بتغيري عليه؟ اكيد بغير عليه، مش جوزي حبيبي. طب منعتيه كلم مين قبل كده؟ واحده كانت علاقه قديمه يعني. لا هي مش علاقه قديمه يعني. انا عايز اعرف منها يعني. هي كانت علاقه قديمه فقلت له ما تكلمهاش تاني. هي قريبتهم فكان طبيعي ان هو يكلمها يعني. قريبته كمان؟ اه بس ما ينفعش خلاص عشان كان في المفروض موضوع جواز بينهم فخلاص ما ينفعش بقى. هي لسه عينيها عليه حتى مش مقتنع ان هو متجوز وخلف يعني. لا بس انت عارفه وانت عادي إن سمعت كلامها عادي؟ لا هي عارفه كويس ان انا بحبها هي وما اقدرش استغنى عنها يعني حقيقي يعني. تمام يعني الاجابه ان حصل. هنشوف فريق الاعداد بيقول ايه. إجابة صحيحة وكسبت معانا 10,000 جنيه. السؤال اللي جاي معانا ب50,000 جنيه. عايز أفكرك إن برنامجنا بيعتمد على المصداقية. عايزك تركز كويس قوي قبل ما تجاوب أي إجابة. تمام؟ السؤال بيقول تفتكر إن مراتك مهتمة بنفسها كفاية عشان ترضيك؟ يعني لما بتبقى راجع من الشغل بتلاقيها مهندمة ومفيش ريحة بصل مفيش ريحة توم فيها. لا 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 ما فيش الكلام ده حضرتك. ده 10 على 10 على طول يعني. 10 على 10 10 على 10 على طول يعني مسيطر يعني. لا هي بصراحه هو مش مخليني محتاجه حاجه فلازم اخليه مش محتاج حاجه يعني. لا هي بصراحه 10 على 10 في الحاجات دي يعني. طيب تمام كويس. نعرف هنا الاجابه صح ولا غلط. إجابة صحيحة. طبعا كل الاسئله اللي بنسالها لهم دي ولا ليها اي لازمه، هو مجرد بس وقت وبنعديه عشان نوصل للسؤال اللي احنا عايزينه. والسؤال ده ثمنه 750,000 جنيه. وعندنا 750,000 جنيه دي هي كلمة السر عشان بعديها يحصل كل حاجة احنا بنتمناها. تعالوا نشوف اللي هيحصل. 50,000 جنيه ان شاء الله. السؤال بيقول يا جماعة مش كل شوية ستوب بقى يا جماعة بقى. السلام عليكم. ايه رأيك في ايه؟ ايه الصوت ده؟ يا ابني جاي مبارك لك يا فاشل. جاي ابارك لك في ايه؟ يا سعد انت عليا الدرجه وحشني. السلام عليكم يا رجاله. السلام عليكم. السلام عليكم. حبيب قلبي. صباح العسل حبيب قلبي. مندو حبيب قلبي. مندو حبيب
الف. عامل ايه يا حبيبي؟ الف الف مبروك يا ريس، ربنا يخليك. عامل ايه؟ جنبك يا ريس، انت ما جيتش قلت لي الف مبروك ولا حتى تورطايه ولا اي حاجه. مطحون يا حبيبي. مطحون ايه يا ريس؟ انت بتعمل كونفليج سليك دي ولا اسمها ايه؟ ها؟ الكونفليج اللي الاجنبي دي. نعم. الف مبروك. تعمل ايه يا صاحبي؟ برنامج ما تكدبش. لا السلام عليكم يا رجاله. لا سلمت عليكم. صباح الجمال يا رجاله، صمت يا مين. ما بتكدبش؟ يعني ايه ما تكدبش؟ انا مالكش دعوه بيا. ده انت كلك كذب وبتكذب على ابوك وبتخرج كل يوم مع بيت ما تخلينيش افضحك. ماشي، قصدي متجوز يعني خلاص. والله العظيم ابدا. عامل ايه يا صاحبي؟ يعني ما تكدبش. بص، لو جاوب معانا كل الاسئله بصراحه يكسب مليون جنيه، لو كذب يكسب. ايه؟ لو جاوب كل الاسئله اللي بسالها له بصراحه. طب انا اقلع راس القميص ده. وانا استنى بس. مليون جنيه؟ اه مليون جنيه. مليون جنيه؟ مليون. ده انا بقالي 50 سنه ما عملتش مليون جنيه. وبعدين يا ريس كمل لي يا ريس. اوعدك اني كسبت هديك حاجه. 20,000 بس. ماشي. وبعدين يا ريس؟ مليون بقى. ماشي. بس لو كذب الجهاز ده متوصل عندنا بجهاز تاني بيعمل ذبذبات هناك، بنعرف ان هو كذاب. انت بتتكلم بجد؟ اه والله. هو ده جهاز بتاع اسرائيل كده؟ شبه. رأفت الهجان ده. الهجام طب وحياة ابوك اجرب. وحياة اغلى حاجه عندي. بقى شوقفين. وحياة ابوك يا بونتي. خمس دقايق بس شرح لك. ايش عشان خاطري؟ معلش والنبي عشان بص عشان خاطري. ورحمه الغالي. ورحمه الغالي. معلش عشان خاطري. بعد اذنك يا ابن عمي. ما بلاش. عايزين استاذ هاجر بقى تفك البتاع. يا هاجر خش يا استاذ شوف الموضوع ده. ما بلاش. لا بجد. ليه والله؟ ممكن يعمل حاجات الجهاز ده. هو ايه ده؟ صباح العسل. صباح الورد. لا بس ممكن عنك بقى مرات. صباح الجمال والرضا. ما تسيبيها. لا لو سمحتي استني عنك، هي مش محتاجه. لا اقعد بس افك الجهاز ده. عادي مفيش حاجه. اقعد بس انت تريح انت بس. في ايه يا فندم؟ في ايه؟ افك انا الجهاز. اهو ماشي. حضرتك مين؟ انا مراتك. لا يا فندم لا خلاص. ايوه معلش لحظه. انت بس ايوه هي مرات. خلاص لحظه. ايدك انا خلاص استكل. معلش انا جيت عملت لكم مشكله ولا ايه؟ خلاص خلاص اقول لك. اقعد وريني. انا عملت لكم مشكله. معلش معلش. اقعد بس خلاص. اوعى اتفضل يا استاذ هاجر تركبه هي الساعه. خلاص معلش ارتحت كده. هو انا مش عارف فاهم في ايه. معلش انا اسف. عملت لكم مشكله؟ لا لا حضرتك مريحه. والله العظيم انا اسف. انا هجرب الجهاز. معلش انا اسف. من اول برنامج كده مش مريحاني. معلش. يلا يا باشا تعالى كده. ابن عمي جنبي. انا اكسب ان شاء الله. لو كسبت حاجه هديك فلوس. حط هنا يا ريس. نشوف. انت عارف بتاع ده عامل زي بتاع تبرع الدم. طبعا المفروض ان احنا بنسال دلوقتي سعد سؤال على انه هيقول الصراحه، وبعد كده سعد هيقول اي كلام بحيث انه يثبت لندى ان الموضوع فعلا بجد. يا لهوي ركز ركز بقى. خلي بالك يا سعد ده لاسلكي بيوصل لي الذبذبات لاسلكي. انا حسيت بكهربا سنه كده بسيطه. يلا قول يا ريس. السؤال بيقول يا سعد. عمرك اتجوزت عرفي؟ وانا بصراحه قبل الجواز كان في لي علاقه كده وهي خلفت. يعني جابت يعني سوري انا ما كنتش اعرفها واتجوزتها يعني عرفي. وبعد الجواز اتجوزت حوالي 13 14. خلينا في الاولانيه ديت. انا عايز اسال الاولانيه ديت انت اتجوزتها ما تعرفهاش خلفت منها يعني؟ انا اللي حصل لنا يعني ايه؟ ما انا مش يعني اللي حصل بصراحه انا ايه اتعرفت عليها وبعد كده سيكو سيكو ورحت متجوزها. لا خد يا ريس خد البتاع ده. لا ايه ده جهاز ده؟ جيب البلاوي ده. بعد اذنك يا استاذ اقعد مع الجمهور هنا يا استاذ. لا يا سعد تعالى اقعد جنبي والنبي. طب اقعد هنا هنا مش عشان ما بانش. انت هتجنني ومش هعرف اصور. والله العظيم ما تخاف. هيسكت هيسكت. عند البتاع جنب الست يا بنت ده. احنا قاعدين 24 بنصور من امبارح مخنوقين. بتصور مع مين؟ مع عم احمد السبكي يا ريس. يا بختك يا عم. يا بخت ايه يا ريس؟ بقول لك حاجه. بقى لنا يومين ما كناش. كل الاكل كشري طعميه كشري طعميه كشري طعميه. انا بحبك قوي يا استاذ سعد على فكره. ربنا يخليك. عايزين نصور مع بعض. ده من ذوقك. ده تحت امرك يا فندم. ربنا يخليك. خليك بقى خش يمين شويه كده. انا مش باين؟ لا يمين 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 كده يا باشا. ايوه بس كده. انت كده بره الكادر. جوز حضرتك ده اسمه ايه؟ اشرف. سافر استاذ اشرف. هيكسب ان شاء الله. هيكسب ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله. ديك هديه. ان شاء الله العظيم. بقول لك ايه كسبه هاخد هديه. ده مليون جنيه. ماشي. السؤال اللي جاي عندنا ب 750,000 جنيه. وقبل ما حضرتك تجاوب عايزك تركز كويس جدا. تمام؟ انت اول متسابق يوصل معانا ل 750,000 جنيه. يا مسهل. فالحلقه دي مهمه بالنسبه لك. تمام. السؤال بيقول هل عمر حضرتك خنت مراتك؟
ايه ده يا ابن الاسئله دي؟ يا فاشل ايه الاسئله دي؟ لا عادي واثقه بالاجابه. لا 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 واثقه ايه يا فندم؟ حرام يا ابني خرب. لا جوزي واحد. فلا لا يا ابني احنا في رمضان الفطار قد ايه؟ العشاء قد ايه؟ كده الحاجات اللي هي بتصلي ولا بتصليش كده؟ كده حاجات من دي. لا لا واثقه واثقه خلاص. لا بيصلي حضرتك؟ احنا بينا عشره. اه بيصلي الحمد لله. خلاص ايه اديها اديها هو واثقه حضرتك منه. خد راحتك بالصلاه على النبي هيكسب بعون الله. قابل العب قابل العب قابل العب يا سعد يا سعد. بنسخن الحلقه يا استاذ. بنسخن الحلقه ايه والنبي هتخرب بيتي كده. ماشي يا استاذ يلا اتفضل. وانت واثقه قوي يعني؟ اتفضل اسال السؤال. اه طبعا واثقه الحمد لله. يلا السؤال بيقول عمر حضرتك اتجوزت على مراتك او خنتها قبل كده؟ لا طبعا. اكيد لا طبعا. اكيد لا. قبل ما حضرتك تجاوب عايزك تفكر انت شويه. انت فعلا انا لا طبعا لان مراتي زي كده. مراتي زي كده متجوز عليها ست جدا. لا انت عمرك ما تخون مراتك. احنا عارفين كويس. بتجوز عرفي. لا 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 ندى تقريبا بتعشق حاجه اسمها سعد الصغير. الحلقه ولا ايه كده؟ هو يا استاذ انا يا استاذي للامانه لازم اقول لك يعني حاول ما تكذبش عشان انت لما بتكذب بيبان عندي جدا وهتخسر الفلوس دي كلها وانت اول متسابق تكسب للرقم ده. جاوب يا اشرف كويس. لا انا واثق ان من اشرف انا ما اتجوزتش قبل كده. يا اشرف يعني. اشرف مراتك هتجيب لي هديه. يعني هتجيب لك هديه؟ قوم اقول انا متجوز. ما ده ما بيكذبش. ده خلاني قلت بلاوي. ما اتجوزتش فعلا. بص عشان خاطر ربنا. اسمع عشان خاطر ربنا. انت عندك اولاد؟ عندي اولاد. ما تكذبش. اسمع اللي بقول لك عليه. طب ما انا ما كذبتش. ايه انت في امس الحاجه الفلوس ديت؟ انت عارف ده انا لو عامل يوم جنيه بطل المهنه دي. انا ما كذبتش. ما يعني مراتي انا بحبها جدا وما اتجوزتش اصلا. خلاص طالما هو يا استاذ مراته بيحبها خلاص خليك بتحبها. اه بيحبني واثقه فيه. ايوه. لا انت ست كلها. اه واثقه فيه. اقول لك حاجه؟ لو انا معايا ست زي دي بركه والله العظيم ثلاثه وشها بشوش كده اقسم بالله اقعد في البيت ما انزلش ولا اروح الشغل. بس انت شغلك كده مش انا مش مستريح لك. لا انا اشرف. ماشي اشرف المعلم من جد. في حاجه ما اعرفهاش ولا ايه؟ لا مفيش حاجه. وشك متغير يا اشرف. لا مفيش حاجه. مش مرتاح لك. حد اتجوز واحد اسمه اشرف؟ اشرف اشرف حر. يلا يلا خلاص هتعيد السؤال تاني وجاوب الاجابه اللي انت عايزها وعوضك على الله في الفلوس. احنا بقالنا سبع سنين. تمام خلاص خلاص تمام. هيخسر فلوس. السؤال بيقول هيخسر فلوس والله. عمر حضرتك خنت مراتك؟ لا طبعا. لا طبعا. نشوف الإجابة مع بعض. السؤال بيقول هيخسر فلوس والله. عمر حضرتك خنت مراتك؟ لا طبعا. لا طبعا. نشوف الإجابة مع بعض. الإجابة ان حضرتك كداب. والله العظيم انا قلت لك كده والله العظيم. ثلاثة. قلت ايه؟ لا طبعا. والله العظيم. لا 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 لو سمحت لو سمحت لو سمحت. والله العظيم يا استاذ. يا استاذ عادل حرام اهو. لا حول الله يا رب. اقعد يا استاذ اشرف. اقعد يا استاذ اشرف. اقعد يا استاذ. ايه ده؟ دي بدلته حضرتك؟ دي بدلته؟ لو سمحت استنى شويه. لا ده انا بسال. دي بدلته حضرتك؟ يبقى الصوره انا قلت متركبه اصلي. يبقى طالما البدله بتاعتك ده ايه ده؟ يبقى مش تركيب حضرتك. ايه ده؟ تركيب ازاي؟ تركيب الصور. تركيب ازاي؟ لا دي تركيبه. تركيب ازاي؟ ما عندناش الكلام ده. دي صور تركيب. تركيب ايه؟ استنى تركيب. ايوه تركيبه. ها وانت شايف الشربات برتا. ايوه تركيب. قلت لك انا اقول الصراحه. قلت لك قول الصراحه. انت مش الصراحه. دي الصراحه اللي انت مش بتجاوب. ايوه دي تركيبه ها قدامك. ها ازاي تركيب كل التركيب؟ ايوه دي تركيبه. ازاي والكاش مسكوا لك ايديك عملوها كده؟ ازاي تركيب يعني؟ انا عايز اعرف ايدك كده. ودي تركيب بقى ان شاء الله. دي بقى تركيب. عايزين متجوزين؟ تركيب؟ هي عرف. عرف دي تركيب؟ عرف. عرف ايه وظيفتي؟ ايه ممكن اسال من دخلتي دلوقتي؟ ده عرف حضرتك. دي تركيب؟ طب استنى انت بس كده. خش عليا يا ندى. خش عليا يا ندى. ده عرف. ما تتكلمش على خاطر انت عايز تتجوز. انت عايز تتجوز على خاطر ايه؟ طب بس الاول ده في البدايه يا ولادي مبكوس. طب بس الاول يا عم روح كده على الطبقات. اوعى بس. لا بس خلاص 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 بس بس خلاص خلاص معلش. هو ما غلطش يا فندم. يا سعد اوعى كده. معلش معلش. معلش اوعى كده. جواز عرفي. جواز عرفي. جواز عرفي يا فندم بس. انا مين اللي انت اصبري بس لما نتكلم عشان خاطر العيال. عشان خاطر العيال. عشان خاطر العيال. اصبري بس. خلاص بقى. يا سعد يا سعد اوعى كده. يا سعد اوعى بس. يا سعد اوعى كده. 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 يا
اوعى الله يخليك. لا لا انا ماليش دعوه. انا يا نهار ازرق. انا بقول لك اصبر اما اروح البيت وهفهمك. هي فيها بيت؟ انت فاهم ان انا وليا حبيبتي دي على حد معايا. طب اصبر بس عشان العيال بس. خلاص معلش معلش. عيالي كنت عايز احسبهم. حسبي الله. دي ما فصلتش؟ ما بتفصلش. يا بعيد روح. منك لله. معلش تعيدي بقى. اوعى من قدامي لما هكلمك كلمتين. انت روحك مع عفرت هعفرتك. انا عفرتي ايه؟ انا مالي؟ اوعى من قدام. هو انا اللي اتجوزت؟ اوعى من قدام. بقول لك حاجه، ليه حق اتجوز عليك؟ طب مالكش دعوه. انا مصحف ليه حق اتجوز عليك؟ ما تقولي انا كسبان. يعني انت دلوقتي ساعدتها وقعدت دلوقتي تقول الجواز؟ احسبني ولا احسبنيش؟ اقول لك بس معلش. اقول لك سيبني. خلاص شخاطر شخاطر. مش عايزه تتخرب عليك. ايه دي؟ بس بيتك اتخرب. البرنامج ما يتخربش. ما بيتخرب. لا لا يا اخي، يا ام البرنامج ما تعصبناش. من ده اول مره اعمل برنامج. ايوه اعمل له احنا برده. انت بس برنامج عيان ومصحف عندها سكر. ما تعصبنيش عشان خاطر دواء جاب لي السكر وجاب لي حبه. لا ونعمل وكيل. طب ايه بس انا بقول لك هروح. معلش انا ما فهمتش. يا بس بقى يا بنت بس انا فضيحه قدام الناس يا فندم. انا بقول خلاص حياتك فشلت. اول نبي والنبي طلعي وقولي هات العنب هات العنب. تموت في المصايب. انا ندى قولي لي بيعمل ايه؟ ها بيعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسكت بس. فاكرني هسكت؟ هتشوف هعمل فيك ايه؟ لما حالتك تبص رجليا ما ابقاش اصبر عليا. بس بس بس. يعني انت هتخليني ابص رجليك ايه؟ اهدي بس. تعالى 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 بعد اذنك. تعالى بس معايا. تعالى معايا. بس اهدي. تعالى بس تعالى. لازم الشيطان. دوش استنى معلش. دوش استنى مستحمله مستحمله المفقوس معاك الكف بيه. عشان خاطر عشان خاطر وعايز كف بيته الاول. عشان خاطر كف بيتك يا منيل. عشان خاطر بص 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 افهمي بقى بالراحه. افهم ايه؟ افهمي بالراحه. افهم ايه كده كده كده؟ احنا نفوض معايا. بص ايه اللي حصل دلوقتي؟ هنفوض في ايه؟ هقول هقولك هقولك افهمي. انت زي اختي، احنا هنكسبه وانت تاخد 500000 جنيه واخد 250000. 500000 ايه؟ 500000 ايه؟ ما كده كده هيعوضوني ايه ولا ايه من القرف اللي انا شلته من وراه؟ انت مؤخرك. انت اصلا مؤخرك كام يا عم؟ ولا مؤخر ولا زبده. هي على عشره. العشره اللي هانت عليك. اخص عليك. العشره اللي هانت عليك. اخص عليك يا زباله. اول ما اتجوزته يوم يجيبوا 10 ما يجيبش واقول معلش واعديه. مؤخر قد ايه؟ انت مؤخر قد ايه؟ طب مؤخر. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما تقوليش مؤخر. ايه ما تجننيش؟ مؤخر ايه وزفت ايه؟ ما تجيش مؤخر يعني. مؤخر ايه وزفت ايه؟ يعني جوازها رخيصه من الاخر. انت مش قصدي. والله العظيم ما قصدي. انا عايز اضحك. عايز اضحك. لا اضحك رخيصه. لا مش انا، هو هو اللي رخيص. اتكل على الله. يا اتفضلي بس. حياتك وفشلت. ماندو ايه ذنبه؟ ماندو مين وبتعمل ما تجننناش؟ مش اسمع هقول لك. اسمع مين؟ انا 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 اي ذنب؟ انت انت اعملك ايه؟ انت انت اعملك. انت خربت البيت وارتحت. مامته انت خربتها وارتحت. مامته انتوا جايبين انتوا عايزين كده. مامته امالها امالها في ماندو ده وعندها انفلونزا. هتتعب خالص ويحصل لها مشكله. انفلونزا ايه؟ بقول لك بنت خالتك تقول لي انفلونزا. تخبر من قدام. اقول لك حاجه؟ ايه على فكره ندى دي انسانه لا تطاق ولا تعاشر. انا لو منك اشرف اتجوز على ندى. واتحايل عليا. اقول لك حاجه. شوف اعمل فيك ايه. طلاق طلاق عليك. اي طلاق طلاق ده تنام ومستفزه ومصحف. ايه ده؟ بص لما اروح البيت هتعمل طلاق. يا عم اصبر طلاق. اصبر انت طلاق. ايه ده؟ بس خلاص. طب ما تمدش ايدك عليها. اوعى تمد ايدك عليها. اقسم بالله العظيم تمدك عليها. ها؟ يعني مش انت تعب السنين ويوم تجيب وعشرة ما تجيبش ومعلش حقك عليك وتقفل تليفونك. اقول لك التليفون مقفول ليه؟ عشان فصل شحن. فصل مني يا مفاتيح. كنت معاها كنت مع الحلوه بس كنت باتلي يومين. اصل كان عندي لبطيه في الشغل. لا لا نسيت مني يا ابو لبط. خلاص مرة. بقول لك يا ولية فرحتينا يا ولية. ده مقلب يا ولية. السفة رقمية. الجزء الثاني. الجزء الثاني والله. زفة والله. الجزء الثاني. زفوني مع جاموس. اسمع والله ده برنامج مقلب. مقلب مقلب. والله زفة. مقلب. والمصحف مقلب. مقلب ايه؟ مش عارفة برنامج الزفة؟ لا ما اعرفوش. ده الزفة رقم اثنين طالما ما تعرفوش. مقلب والمصحف. مقلب برنامج مقلب بتاعت رمضان. مقلب رمضان. والمصحف مقلب. لا انت لما لقيت عايزين مش مبوظش البرنامج. والله العظيم ما عملتش مبوظش البرنامج. لا والله العظيم تمام. لا انت لما لقيت كل سقف يا عم. انت هو سقف اهو. يا سقف يا جماعه. هات يا ابني مايك. هات مايك يا ابني. سقف. والله العظيم برنامج الزفه والله. سقفوا يا جماعه سقف كبير. الله شغل يا ابني.